الله تعالى قالت إحداهم يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال حتى القرآن عن نبي استأجر نبي لأنه قوي أمين، إلا أن هذا النظام استأجر لشعبه خصة الرجال من أنحاء العالم أمثال الجنة السورية والأردنيين وباكستان وأمثالهم، استأجرهم بدل أن يخدم هذا الشعب استأجرهم ليقتلوا الشعب. فبئس العدالة بنظام يقتل شعبه. نحن اليوم في هذه الوقفة التضامنية مع الأسرى المظلومين من قرية البواسل النهدرات، هذه القرية التي أنجبت كل الفخار القادة والرجال، نقف جلالا لهم ونرفض ما قام به هذا النظام وقضاه من أحكام تعسفية طالت هؤلاء الشباب، كما نرفض الأحكام الجائرة التي أصابت شهداءنا حيث برأ الحكم الظالم وقضاءه المستبد، قضاءه العفن، برأوا قتلة الشهداء. نوجه ونحن كما قال زينب ملكنا فكان العفو منا سجيا، ولما ملكتم سال بالدم ينطحون. ورغم هذا الألم نوجه لهذا النظام الذي لم يعرف قدر هذا الشعب، نقول له والتفت إلى نفسك، لك قضاء لا يعرف مصلحتك. القضاء ليس يسيس فقط، بل يأخذ على عاتق أن يدمرك بأحكامه حينما يحكم على قاتل الشهداء بالبراءة، يعني يحكم عليك أنت بالقتل في المستقبل. هذا القاتل الذي قتل أبناءنا سيقوم بالهجوم عليك إذا ضعفت ولم تعطيه حقه، لأنه في الأخير هو إنسان مهما كان مجرما فله حقوق، إن لم تعطيه إياها فسيأخذها منك غصبا. أنتم ستجلبون العار لكم والبلاء، وكما مستشاريكم الذين لم يشيروا عليكم بالخير أبدا بل لقتل شعوبكم، انتبهوا إلى أيامكم القصيرة، فالأعمار لن تطول أبدا، هذه سنة الحياة، إن أقمتم اليوم سترحلون غدا، الله سبحانه وتعالى والشعوب ستحاكمكم. انتبهوا إلى أنفسكم، اطلقوا سراح شعوبكم، اهتموا بهم لئلا تزيد الجريمة عليكم جرائم، هناك من يرحمه التاريخ، وهذا الشعب لا يستطيع أحد فيه، إذا اليوم في أحد يتنازل أن يلقاكم بوجه بسيط، غدا لن يلقاكم أحد بوجوه إلا المكفهرة، كما يلاقيكم اليوم آباء الشهداء الذين قتلتم أبنائهم، وآباء المعتقلين الذين اعتقلتم أبنائهم في لحظة أكبارهم، كما عملتم بوالد الشهيد علي الشيخ وجوار الشيخ، وكما فعلتم بالأمس بقاسم بداح الذي أخذتمه ظلما وعدوانا، وبذلك الذي وحسين جواد الذي ظلمتموه بحبس والده وظلمه ثم اليوم بإبعاده عن أهله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يريكم بابا من أبواب البصيرة إن كان لكم بابا أو أعين وقلوب تعبرون بها. الآن لعنة الله على الظالمين والحمد لله رب العالمين.